السادة المشاهدين أهلا بكم. برضو نكمل في مناقشاتنا وحواراتنا. أنا النهاردة لقيت على تويتر الشيخ عبد الله رشدي منزل بوستين يستحق النقاش. هو بيقول طبعا بعد مضي 5 سنوات تقريبا من معاركنا مع التيار المتميع العلماني اللي هو احنا يعني، اليوم أرى الثمار حين يلقاني بعض الشباب ومنهم بنات غير محتجبات فأجدهم ذكورا وإناثا قد تعرفوا للإمام البخاري ولديهم عشق خاص لابن تيمية وعندهم ردود على ضرورات الفكر التنويري ولديهم شغف بطلب العلم. ويقول بيكمل، حين أرى أن بعضهم يقول لي قد استفدت هذا الدليل من مقطع لك أشعر أن جهدي لم يذهب سدى وأن الله قد باركه وأراد له أن يثمر، فأحمد الله على هذه النعمة وأسأله المزيد. أيها الدعاء بلغوا عن الله ولا تيأسوا، فالله سيريكم نتاج غراسكم ولو بعد حين. هو بيتكلم عن البخاري وعن ابن تيمية ويقول إن في عشق خاص لابن تيمية من سيدات غير محجبات، وبيتكلم إنهم قد تعرفوا ابن البخاري، ويشيد طبعا بإيه بجهده في دفاع عن الإمام البخاري والدفاع عن ابن تيمية، وأنه الله يعني أثمر هذا الجهد، وكأن الله يعني بيتولى إيه عمله وأنه كلامه مطلق وبتنزل عليه بركة الله. أيا كان، أنا أقول الشيخ عبد الله يعني مع تقديري واحترامي إنه هو لي مريدين طبعا، وهو نجم يعني ممكن في أي مكان يقابل ناس يسلموا عليه يتصوروا معاه أيا كان يعني. والمشكلة في ايه بقى؟ يعني الانطباعات الشخصية مش هي الاساس. احنا لو رجعنا بقى لقياس رأي عام، اول حاجة انا قلت قبل كده حلقات البخاري كتير مش هنتكلم فيها، وانا شايف ان هو سواء هذا الكلام قاله البخاري او دس عليه من النساخ زي ما قلت قبل كده هو كلام يسيء للدين الاسلامي. مش هكرر حديث كتير جدا عن فيها عنف وفيها قسوة، حتى موضوع المسيحي قتل الراجل الفرنسي موجود في النص يعني زي ما قال الحويني، موجود يعني في المرويات اللي موجوده في البخاري اللي هي ظنيه الثبوت، اللي هو بقى قتل كعب بن اشرف وان هم كانوا ايه اساءوا للرسول واساءوا للنبوه، واللي يشتم النبي ما ايه ما فيش توبه وانه يتقتل. يعني كلام البخاري هو اللي اردى بهذا الرجل قتيلا ومذبوحا، هو اقوال البخاري العنيفه. وأعتقد أن النبوة بعيدة عن هذا الشيء، والقطع والسرخ والحرق الموجود في البخاري ده والعنف الموجود في البخاري والكراهية الموجودة في البخاري دي أعتقد أنها مش مدينة بشيء. وإذا كان هو الناس اللي غير محجبات دول مقتنعين بالبخاري وبيعشقوا ابن تيمية اللي هو برضو بيقتل اللي بيصلي جهرا اللي بينوي جهرا وحاجات كتير جدا قتل 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 الإمام ابن تيمية، واللي الشيخ أحمد كريمة في حلقة أنا كنت معاه عند والي براشي مرة وانتقد الشيخ أزهر اللي هو برضو بينتقد أمن النصير واعتبر أنها خارجة عن صومة الدين، هو شايف أن التيمية فكره متطرف في كثير من فتاويه وفكره إرهابي. ده رأي الدكتور أحمد كريمة الأزهري اللي هو دكتور في جامعة الأزهر. الشيخ عبد الله ما احترمنا ليه، هو مش دكتور في جامعة الأزهر ولا دكتور، ما أظنش ما أعتقدش أنه معاه دكتوراه أو ماجستير أيا كان يعني مش هذا موضوعنا. فأحمد كريمة كان برضو ضد كثير من فتاوي التيمية وشايف أنها فتاوي عنيفة. النقطة الثانية ان بسبب فتاوى ابن تيمية وبسبب كلام البخاري او باسباب اخرى يعني بشكل عام، هو نسب الالحاد طبقا للدكتور علي جمعة زي ما بقول اكتر مرة 12.5% في مصر او في العالم العربي. 12.5% يعني من كل 8 واحد، من كل 8 واحد الحد، والنسب دي معرضة للارتفاع. وبعيدا عن نسب الالحاد تشكك الناس في الدين زاد، يعني بعيدا بقى هو الناس ايه الجيل الشباب يعني خشوا المساجد، يعني المساجد في الجيل بتاعي ده لا، كان خناقاتنا مع الفراش بتاع المسجد دايما نسيب الشباب الصغيرين اللي هم بيسموه الاشبال يعني بين قوسين الاشبال يصلوا بيزقوا بعض كده بيضحكوا ما اعرفش ايه كلام من ده، نتحمل شغب الاطفال بس عشان يتعودوا على المسجد. ودايما نقول للفراش ما لكش دعوه بيهم بالراحه، وبعدين نقول لهم صلوا ما تتعبوش صوتكم كده. اشبال كان بيبقى فيه صف، انا فاكر كان بيبقى فيه صف عيال صغيرين اعدادي وابتدائي، وكان بيبقى فيه بقى شباب ثانوي وجامعه الغالبيه، والقله هما من ايه من كبار السن. خشوا المساجد دلوقتي في الصفات العاديه
انا قبل كده قلت الجمعه دي طقس اجتماعي اكثر منه طقس ديني، الناس بتقابل بعضيها، اللي جاي من الجيش واللي جاي من هنا واللي جاي من هناك، بيصلي الجمعه عشان يشوفوا اقاربه والعيله والناس يعني صلاه الجمعه طقس اجتماعي اكثر من هو طقس ديني طبعا، بس ايه هو طقس اجتماعي اكثر من طقس ديني. انما صلوات العشاء والظهر والعصر خشوا المساجد وشوفوا، لا اختلفت تماما. رجعت تاني كبار السن، هم الغالبيه العظمى، قله من الشباب، وبقيه الشباب مش كمان ما بيصلوش في المسجد بس، لا يعني نسبه الصلاه تراجعت، والبعد عن الدين تراجع، يعني ارضي الارتباط الوثيق بالدين تراجع بسبب تشككه حتى على مستوى الشيوخ. يعني في الجيل بتاعي مع اختلافي مع الشيخ الشعراوي ومع الشيخ الغزالي وحاجات زي كده، ولكن كان في قامات دينيه لهم تقدير واحترام عند عموم المسلمين بشكل كبير. الغزالي بقى والشعراوي، وكان في طبعا بقى الشيخ كشك، كل دول لهم اراء ونختلف معاهم ونتفق. وكان في الشيخ مش عارف بتاع جامع القاضي ابراهيم في اسكندريه المحلاوي، ودول المشاهير، والشيخ حافظ سلامه، ولا وكان في بقى اصطف تاني كبير جدا من المشايخ اللي هم شعبيه اقليميه مش مشروعين على مستوى الجمهوريه، بس تلاقي في المنصوره ثلاث اربع شيوخ يشد اليهم الرحال، ومش عارف في البحيره نفس الكلام، وفي القليوبيه نفس الكلام، وفي الصعيد نفس الكلام، في كل مدينه او قريه كنت بتلاقي الشيوخ بهذا الشكل لهم قبول عند جموع من المسلمين. فين ده دلوقتي؟ حتى الشيوخ الجدد او ما يسمى الدعاه الجدد، عمرو خالد ومعز مسعود يعني فقد ورق، مصطفى حسني برضو، كل دول فقد ورق. عمرو خالد مش موجود تقريبا، معز مسعود بقى مشغول بال يعني قصدي مش موجود برضو بشكل القديم. فلا الدعاه الجدد ليهم وجود، ولا الشيوخ الاوقاف اللي لهم شعبيه وشد لهم الرحال موجودين، بالعكس في نسبه من التشكك وبيخبطوا في بعض. يعني هو لسه شايفين خالد الجندي برضو المواقع الازهريه وعايزين يدخلوا الزرق دي مع امن المصير يعني على هامش الموضوع، فالشيوخ بيخبطوا في بعض ومفيش حد ليه القبول بتاع زمان، لا الدعاء الجدد ولا الدعاء الايه الاوقاف الرسميين ولا السلفيين. الشيخ حسان بقى ويعقوب وكلام من ده بعد فتاويهم الغريبه وطرحها على اليوتيوب ونقدها اصبح ايضا فقدوا بريقهم بشكل كبير جدا، ومفيش تجمعات يعني مفيش ولا الشيخ برهاني والناس دي كلها. فين بقى اللي انت بتقول بقى ان الناس بقى بتعشق ابن تيميه والبخاري وغير محجبات ومقتنعين بالبخاري وبيردوا على التنويريين والعلمانيين؟ بيننا وبينك الارقام. طبعا انا مش عايز الناس تلحد، انا كل قدر الامكان بقول للناس لا يا جماعه هذا الكلام ظن الثبوت، هذا الكلام مكذوب على النبوه، هذا الكلام ما حصلش. وده اللي بيخلي شويه الناس ايه تظل على اسلامها الفطري السليم النقي اللي ما فيهوش عنف وما فيهوش كراهيه وما فيهوش بقى دول كفار، المسيحيين كفار وما اعرفش مين كفار، ودول هيخشوا النار وانا هخش الجنه بس، وكل هذه الخزعبلات بدا الناس اللي بتحافظ على اسلامها بتحافظ على اسلامها اللي هي اختارته واللي هي عارفاه، وان هو اسلام متسامح، اسلام نقي، اسلام ما بيحكمش على الاخرين، اسلام ضد الكراهيه، اسلام ضد العنف. انتوا بقى تقولوا كراهيه تقولوا عنف مع نفسكم، ده اللي مثبت الناس شويه على اسلامها. انما انتوا لو اصريتوا على هذا الكلام والناس اقتنعت ان هو ده الدين بقى بجد، نسب الالحاد هتزيد، نسب الالحاد هتزيد. وانا بنلاقي حتى في الردود على اليوتيوبات والناس بتخش تقول ارائها، لا في ناس ملحده كتير ويقول لا ده هو ده الدين، انت اللي شايف غلط. يعني لما اقول لهم يا جماعه الكلام بتاع البخاري ده مش هو الدين، وده ظن الثبوت، وبدا الناس تقتنع ان فعلا فكره ظن الثبوت وان المرويات دي كلمه الصحيح دي خدعه كبيره جدا، لان عامل انا فيديو اسمه خدعه الحديث الصحيح، فدي خدعه كبيره جدا، وده ما لا يعتبر يقيني من منطلق علم الحديث نفسه. ده اللي شويه بيخلي الناس تثبت، انما الناس يقول لك لا لو يعني انت اللي غلط يا سامح وهو ده الدين، وهم عشان كده ملحدين عشان كلام البخاري وعشان ده الاقوال اللي بتيجي. فكل انتم ما تصروا ان هو ده الدين كل ما الناس هتلحد اكتر، كل ما تصروا ان البخاري وابن تيميه هو ده الدين وان هو ده مش دخيل على الدين وان هو اراء فقهيه وانها يعني بتتخذ يعني شوائبها النفسيه وتحطها في الدين نفسه، وان المرويات دي كلها مكذوبه وانها منسوبه للنبوه بالخطا، كل ما تصروا انها يقينيه وانها قطعيه وانها صحيحه وان هذا العنف هو الدين، كل ما الناس هتقول لك لا يبقى كده خلاص بقى يعني الموضوع ايه مش نافع. بيننا وبينك الارقام، اعملوا اهو الاوقاف، المفروض اللي انت تتابع الاوقاف عامله حاجه اسمها قياس الراي العام الديني، اتمنى انها تفعل، يخشوا جامعه من الجامعات، مش عايزين يخشوا جامعه الازهر نفسها،
يخش جامعه الازهر نفسها ويعملوا استبيان او قياس راي. يعني قياس راي العام بيبقى كالاتي: ان انت بتجيب عينه عشوائيه لو حتى جوه جامعه الازهر من كل الكليات من كل السنوات الدراسيه، وتعمل استبيان اسئله عن علاقتهم بالدين ومدى ايمانهم، والشخص من حقه ما يكتبش اسمه بحيث يتكلم بحريه، وان هذا الورق يتجمع ويتفرغ في بيانات ورسوم بيانيه. استطيع ان اجزم ان نسبه الالحاد في جامعه الازهر هي 12.5%، وبره اكتر، بره اكتر، او ربما يكون جامعه الازهر اكتر من بره. ويعملوا هذا الكلام في جامعات القاهره وجامعات عين شمس وجامعات اسكندريه، ويشوفوا مش ده قياس راي عام ديني؟ ايه علاقتهم بربنا؟ ايه علاقتهم بالنبوه؟ مدى ايمانهم بالبخاري؟ او مدى قناعتهم بالبخاري؟ مدى قناعتهم بابن تيميه؟ ايه تصوراتهم عن الشيوخ؟ ايه هم الشيوخ اللي بيحبوه؟ حط 100 سؤال يبين الناس دي بتفكر ازاي، وما اكتبش اسمه. جمع 1000 استبيان، فرغهم في ارقام، هيطلع لك الايه؟ البيانات. بيننا وبينك البيانات والارقام. وشوف السنه دي ايه، والسنه الجايه ايه، والسنه اللي بعديها ايه. المنحنى رايح فين؟ منحنى الالحاد رايح فين؟ او منحنى التدين رايح فين؟ اتمنى التدين يرتفع، بس التدين اللي انا قلت عليه اللي هو التدين اللي هو الايه؟ النقي، اللي ما فيهوش عنف وما فيهوش كراهيه وما فيهوش تكفير وما فيهوش خلاص حصري، احنا بس اللي هنخش الجنه والحاجات دي. ده بشكل عام رد على البوست بتاع الشيخ عبد الرشيد: بينا وبينك بيننا وبين الارقام. هو بيقول الناس بدات تعشق ابن تيميه وتحب البخاري وتؤمن بالبخاري وترد على التنويريين والعلمانيين وما شابه ذلك. طبعا هم بالتاكيد ليه مريدين وليه دراويش وليه محبين مع احترامنا وتقديرنا، ولكن في النهايه لا يصح الا الصحيح، وان بيننا وبينك الارقام. واتمنى ان الناس تكون تدينها عالي، بس مش تدين العنف والكراهيه والبغض والخلاص الحصري. تدين نقاء الانتقاء الروحي، وتدين التسامح، وتدين الاخاء والمحبة للآخرين، وأن الجنة بالعمل الصالح. شكرا جزيلا، ونكمل في حلقات لاحقة.